78 700. قايت باش نمشيو للنقطه الخارجيه الثانيه مع سوار بن حميده في ميكرو زوم 73. دونك تقعدوا معنا خلينا نشوفوا شنو هي الموضوع اللي محضرتهولنا اليوم سوار. باش نحكيوا على الرافعه نتاع الميناء الصيد البحري اللي موجوده في الرافعه اللي جات واللي طال انتظارها احتجاجات وتفاعلات مع مختلف الحرفيين في الجهه هذيك. توت سويت ميكرو زوم 73. ميكرو زوم 73. سوار رجعنا لك من جديد. صباح الفل والياسمين. اهلا وسهلا. صباح النور. صباح النور من جديد يلدز. صباح الخير مره اخرى لكل المستمعين نجمع فيه. اليوم الموضوع كما قلت انت اللي حضرناه هو موضوع الرافعه اللي طال انتظارها اللي من عام 1994 وهما يطالبوا بالرافعه هذه باش توصل. وصلت الرافعه هذه اما فم للاسف وصلت اما مازالت ما تركزتش ومازالوا البحاره اللي هما تعبوا هما يستنوا فيها وحتى كي وصلت لهم مازالت ما بداوش يشتغلوا فيها ويخدموا بها. علاش على خاطر به ساعة خلينا نبداو نحكيو بها. هي كحكايه طويله كما قلت لك من عام 1994 البحاره اللي لنا في ميناء البحري في سوسه يطالبوا بالرافعه هذه باش تسهل لهم خدمتهم وباش تبسط عليهم العمل كما نعرفوا اللي العمل نتاع البحاره عمل شاق على الاخر ويطلب برشا مجهود. دونك الرافعه هذه باش تسهل لهم اموال النشاط اليومي نتاعهم. به الرافعه هذه التكلفه نتاعها 880 مليون. وصلت للميناء التجاري. يذولي زاد المده اللي فاتت كنا حكينا مع السيد المندوب الجهوي لهنا والمسؤول الاول على الرافعه هذيا اليوم يقول فما زوج صفقات صاروا على خاطر الصفقه الاولانيه ما تمتش وذي علاش صار التاخير. دونك صفقه ثانيه لحد الان نتصور انه مصروف كبير برشا تصرف عليها الرافعه هذيا. هو المصروف راهو يلدز ما نحكيوش كان على التكلفه نتاعها هي الرافعه نتاع سعرها معناها نتاع سومها نتاع شريانها. التكلفه تبدا في التركيز نتاعها خاطر اللي كي باش يقوم بتركيزها باش هما مطالبين باش يجيبوا مهندسين من الخارج باش يقوموا بتركيزها. علاش مهندسين من الخارج بينا ناقصين كفاءات احنا في تونس؟ هذا اللي قالوا البحاره قالوا لي هما قالوا لهم الكل لا به الرفعه هذه وصلت نهار 7 افريل لسوسه. به وتعطلت لليوم معناها احنا نحكيو نهار 23 جانفي باش وصلت لهنا معناها وهي من 7 افريل موجوده. موجوده وين سوار؟ في الميناء. موجوده في الميناء. اي موجوده في نهار افريل في الميناء التجاري. نهار الخميس 23 جانفي موجوده في البورت نتاع سوسه في الميناء البحري. ميناء صيد البحري. به تويكا قالوا لهم عندكم 10 ايام مهله في ايدكم وباش نجيبوا ليزانجينيور من برا باش يركبوها باش تولي معناها تركيزها وباش يبداوا يخدموا بها. عطاوهم مهله نتاع 10 ايام. المهله لشكون؟ المهله للبحاره. قالوا لهم راهو استناونا 10 ايام. 10 ايام باش تكون الرافعه هذه موجوده. 10 ايام بدات ابارتيغ من 23 جانفي هكا؟ لا 10 ايام بداوا من 23 جانفي بالضبط. اي معناها نهار 10 ايام احنا باش ناخذوا 25 يوم. هو بحذاك واحد من البحاره هذا اللي يحب يوصل. هو بحذانا برشا بحاره باش ناخذوا سي وليد معانا. سي وليد صباح الخير ومرحبا. صباح الخير ومرحبا. اهلا وسهلا بك سي وليد. معك سي وليد رئيس اتحاد معالي سوسة المدينه ورئيس النقابه بالميناء ومجهز بالصيد البحري. مرحبا بك سي وليد. سي وليد عليكم سلامه الرافعه. يا ودي شنو مبروك علينا بركه. من عام 94 واحنا نجريو عليها الجيل معناها اي الحمد لله توا كي وصلت لاباس ما عادش يبطاو بخذة ربي ويركبوها الحمد لله. من 23 جانفي اليوم 27 جانفي سي وليد يظل اربع ايام ولا معناها اربع ايام متعديو من المهله هذيا نتاع 10 ايام اللي وعدوكم بها. ماهوش اشكال لا ما خلقناش هكاك ماهوش اشكال احنا المفيدين سونكيل ما هما قالوا لنا 10 ويمات 15 يوم. اي ماك تعرف اخي هكاك ما تبانكش يجيبها واحد من تحت الحيط باش يربطها هذه راهي تلزمها انجنيورات واحد وكل ناس ثابتين معناها فهمتني؟ اها تربي لاباس 10 ايام لماكسيموم 10 ايام 16 يوم قلت ربي يحبوا يركبوها اخي معناها تقول انت سي وليد الصعيب الصعيب تعدى الصعيب تو هذا تسمى تو السهل احنا عطينا تو الصعيب هي خرجت من الميناء التجاري. تعطلت شويه في الميناء التجاري. اي تعطلت شويه وكان خلصوا الراجل ولا كذا راه ما زلت هما ما عندهمش باش يخلصوا الدوله ما عندهاش فلوس باش تعمل مش يصرفوا باش يخلصوها. هذاك هو الموجود راهو ما نغطيوش العين الشمس بالغربان. كان جات فما كل شيء يعملوه في نهار يركبوها كي يحبوا ما فماش مين باش يجيبوا.
سي وليد انتم وقت اللي عملتوا الاحتجاجات نتاعكم في شهرين هرليل تالي كنتوا زادة أبار حكاية الرافعة كان عندكم شوية مشاكل في الميناء نتاع عنا التوى المشاكل هذه في الميناء مازالت متعدلة ما تحسنتش ما تبدلش الوضع من نوفمبر لا شيء ما تبدل والله فما شوية أنا ساعات الشرطة والحرس أنا يعمل دوريات ينطفوا هكا شوية أما كما العادة ما دام البوابة هذه ما دام يدخلوا فيها الناس هذوما ما ينتميوش للصيد البحري ما دام زايد معناها الحديث فهمتني مازال فما الناس مازال تستنى تستغل في الميناء معناها كمول السيارات لحد الان يستغلوا في الميناء حتى التو يستغلوا في الميناء الناس ما عندها انتم كيفاش كانت ردود الافعال نتاعكم؟ تو نوريك معناها كل شيء تو موجود. كيفاش كانت ردود الافعال نتاعكم سي وليد خاصه انكم وقتها في وقفه احتجاجيه كنتوا هددتوا حتى بالتصعيد في صوره مين وما تمش اتخاذ الاجراءات اللازمه؟ اي مش نهدوا ومازلنا نهدوا بالتصعيد احنا ماهوش تهديد هذا حقوقنا احنا ما نهدوش الدوله احنا عندنا حقوق كما هما ندفعوا عندنا حقوق لازمك تدفع بالصيف كما اني زاد نحب اني زاد تجيب لي الحاجه يبدا ماتريال يبدا غزلي فوق الثقاله امريكا مش نجيني ما نلقاش غزلي الصباح ولا من مجيب ولا شكون باش تشكي لا من مجيب يقول كان يا خويا برا حاسه تو كلام هذا في ميناء سوسه تو نقطه عبور هذيك راهي في سوسه يخطر البرد في كامل الجمهوريه وميناء سوسه فيه ثلاث برات راهو ميناء سوسه راهو ماهوش برد برك فيه برد تجاري وبرد سياحي وبرد باش واضح سي وليد حسينو عندنا زاد مجات برشا اشكاليات اخويا احنا تو ليسونسيال الاشكاليات هذوما نجمو نتداوم شويه نكبس شويه من هنا ومن هنا في التربي تو ينضاف يمكن على الاقل الحاجه الاساسيه اللي هي الرافعه عطينا الرافعه كي جابوا لنا الرافعه باش نجمو نطلعوا بها الفلايك بتاعنا في النو في كذا باش ما نتردوا نسماه سلكناها بالكدا بالكدا الحمد لله انتوكا مبروك عليكم مره اخرى الرافعه هذه اللي طال انتظارها مبروك على الشعب الكل مبروك على الشعب الكل قادر. صحيح شكرا لك سي وليد يعطيك الصحه شكرا لك يا عايشك سوار يلدز وي يلدز قولي في اشاره احنا توا كنا قدام الولايه فما وقفه احتجاجيه للبيعه في مرسي حي الرياض قدام الولايه دونك هما بداوا عندهم ساعه ونص الفي بداوا يتجمعوا عاملين وقفه احتجاجيه تنديدا بالانتصاب الفوضوي اللي قاعد يصير في المرسي نتاع حي الرياض وقاعدين هما توا غاديكا يحتجوا يحبوا يقابلوا الويلي. احتجاجات اليوم من قبل البيعه دونك يذو لي مشكله كبيره برشا زاده في جهه حاله احتقان كبيره الحقيقه على الانتصاب الفوضوي اللي صاير في المرشي داير مشكله نتاع الانتصاب الفوضوي موجوده بارتو في المرشيات الكل اللي موجود بي شكرا حتى في المرشيات كهو اي حتى في الطرقات معناها العامه في الكياسات في الانهر في المحطة في الطرقات في الشوارع الكل واضح سوار شكرا ليك يعطيك صحة ليك وللفريق اللي معاك دونك هذه كانت النقطة الخارجية من كروزوم 73 اليوم من ميناء الصيد البحري بسوسة أنا باش نعلق على الزوز أحداث هذوما بالنسبة لحكاية الرافعة اللي كلفتها 880 مليون اللي قعدت 6 أشهر معطلة في الميناء التجاري أنفان وصلت للميناء سوسة إن شاء الله تحل إشكاليات البحارة هذايا بدرجة أولى الحاجة الثانية هو مالوغوزمون من نوفمبر وهما يحتجوا على التجاوزات اللي صايره في ميناء سوسه اما خساره كان الجهات الامنيه هي اللي استجابت وحسب ما قال البحاره قبيله انه فما معناتها دوريات امنيه بصفه منتظمه قاعده تمشي الدور غادي كما الاشكال من جذوره ما تحلش هذه فرصه باش نعاودوا نحلوا الدوسي هذايا مره اخرى بالنسبه للاحتجاجات نتاع حي الرياض مرشي حي الرياض راهو اشكال كبير على خاطر البلديه استثمرت والدوله حطت فلوس في مرشي ماهوش قاعد يخدم تدخل المرشي تلقاه فارغ معناتها عندهم السلعه نتاعهم معروضه وفارغ من الحرفه باغ كونتر العباد الكل تقضي من محيط المرشي اللي هو انتصاب فوضوي الاشكاليه هذه عندها تقريبا 3 سنين عامين ونص اذا كان مش اكثر دونك ما نعرفش البلديه انا اذا كان تخمم مليح علاش الناس هذوما اليوم يحتجوا يحاولوا كيفاش يمتصوا حتى الغضب نتاعهم خاطر بالحق قوت العباد ولات في الميزان فما شكون من الخضاره اللي حكاو معانا انهم يشريوا ويلوح من بعديك السلعه نتاعه ولا خاطر ما فماش اقبال في مقابل انه اللي البرا ساعات فما شكون يخمم يخرج من المرشي ينتصب فوضويا البرا راهو ماشي باش ينجم يخرج السلعه نتاعه
دونك وقيت اليوم باش نلقاو حل الاشكال هذا اللي ترصدت اعتمادات كبيره للمارشي هذايا وتجهيزات اللي فيه والبنيه التحتيه اللي فيه. معناتها خساره انه بروجي كيف ما هكاكا يقعد مسكر والا يقعد فيه رغم الحرفاء. العشرة و23 دقيقه مازلنا مكملين معكم في زوم 73 مختلف محطاتنا تستناوها تبعا معنا حتى نص النهار. خليكم معنا.